بسم الله. الحمد لله، ربنا خذ بأيدينا إلى حيث نذرتنا وإلى حيث نصرنا على أعدائك، آمين يا ناصر يا عبد. يقول ربي والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، يعني يولي اللي يحميه من كل أذى ظاهر أو باطن، قريب أو بعيد، عبر الزمن. نعم، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا. والولاية ما تجيش حد عنا في النص القرآني، نلقاو مقرونان، أمران مقرونان، هو ولي ونصر يحميك حتى لا يصيبك أذى أنت غافل عنه، وقد يقدم عليك ليهلكك وأنت غير مبال بقربه منك ليفتك بك. يقول كذلك وكفى بالله، بعد ما قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي يشد من أزرك ويكون في عونك، وهذا هو الصبر اللي مش منعك الأذى اللي هو ربي حماك منه، مش منعك من يستعمل الأذى في غفلتك ليقع ما يقع ضدك وليا مصالحك الدنيوية والأخروية والسلام.